السوابق الجنائية تسجل على المحكوم عليه إذا حكم عليه بحد، هذا حد المسكر. إذا حكم عليه حد مسكر للمرة الرابعة فأكثر، إذا حكم عليه حد مسكر مع سجل لا يقل عن سنتين، أو حد مسكر مع غرامة مالية لا تقل عن 10,000 ريال، أو حكم عليه بسجل لا يقل عن سنتين مع غرامة مالية لا تقل عن 10,000 ريال، أو حكم عليه سجل لا يقل عن 3 سنوات، أي حالة توفر في حق المحكوم عليه الآن تسجل عليه سابقا.